إتاحة فرصة جديدة لإحياء مسار التسوية الشاملة العادلة لهذا الصراع الممتد لنحو 75 عام. ومصر دائما ما تنادي بسرعة حل القضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية في الحل القائم على حل الدولتين. أيضا منذ قليل وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى وصول عدد من الرؤساء والقادة والزعماء. وكما نتابع الآن على الشاشة مشاهدين الكرام وصول السيد محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني.